أسوان النيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من اللاذقية السيد عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة. أستاذ عمار، تحياتنا لك أولا. هل نجاح المعارضة السورية في السيطرة على مطار عسكري وأسر قائد القوات الجوية يعتبر تقدما للمعارضة على الوضع الميداني؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الرحمة لشهدائنا والأبرار والصبر والسلمان لأهالي المفقودين والمعتقلين. سيدتي العزيزة، أخيرا وبعد مرور 244 يوما بالضبط على حصاره، سقط المطار الأسطوري، مطار منق للحوامات الذي يقع قرب بلدة منق في ريف حلب الشمالي على محافظة الطريق الدولية التي تربط حلب بالحدود التركية في معبر السلامة عند مدينة عزاز. 8 أشهر قدم فيها الجيش السوري الحر أكثر من 500 شهيد، توجت أمس بتحرير المطار من قوات الأسد والسيطرة عليه بشكل تام. حصل المطار على رقم قياسي بالنسبة للعمليات الاستشهادية التي تمت من أجله، وعددها 5 عمليات استشهادية كانت أهمها وأنجحها العملية الاستشهادية الأخيرة التي نفذها بطل استشهادي من أبطال الجيش الحر من إحدى بلدات الريف الحموي، والتي نحرص على عدم ذكرها لأننا نعرف همجية النظام الذي قد يقصفها لهذه السبب. أستاذ عمار، على أرض الواقع ماذا يعني المعارضة الاستيلاء على هذا المطار؟ سيدتي العزيز، كما قلت لك، هذا مطار يربط معبر السلامة عند مدينة عزاز بالحدود التركية، وهذا المطار الذي كانت تخرج منه الحوامات لتقصف المدن السورية بالبراميل TNT، لأن هذا المطار مشهور بطائراته الحوامة. هذا توجه كبير وشيء كبير الآن يحصل على الأرض للثوار والجيش الحر. طب من ناحية أخرى أستاذ عمار، تواصل القتال بين القوات النظامية وبين الجيش الحر في اللاذقية، ماذا يعني انتقال ساحة المعارك إلى الساحل السوري؟ سيدتي العزيزة، الآن كما قلتم حضرتكم، في بيت في هذه المنطقة في الساحل السوري المعارك مشتدة، وكما قلت أنا لكم أن النصر بتحرير بعض القرى، حيث تم تحرير حوالي 11 قرية وعدة مراصد التي كانت تستهدف المدنيين بقذائف الدبابات وقذائف المدافع 57 والرشاشات 14.5. هذا القتال الآن على هذه المحاور يستحوذ للمعارضة على التقدم نحو جميع الأماكن التي يسيطر عليها النظام. المعركة في اللاذقية تسجل تطورا ملحوظا من مختلف الاتجاهات، والتي ما زالت في قطاع الريف الشمالي، وفتحت ابواب جديده ومعادلات كبيره امام النظام. اولا، من جهه الاستقطاب سينتقل بشكل كبير الى اللاذقيه، يعني يجب على اكثر المقاتلين في صفوف الاسد الذين دعاهم الاسد منذ الامس واليوم من الريف الحمصي وريف اللاذقية، دعاهم إلى هذه المعركة. هذا يخفف بالعبء عن معارك حمص إخوتنا وحصار إخوتنا في منطقة حمص، وعن المعارك التي تشتبك في درعا وفي إدلب. أشكرك. نعم، وصلت وجهة النظر، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية. نشرتنا مستمرة معكم، نتابع فيها المزيد من الأحداث بعد الفاصل. القيادة الفلسطينية تجتمع اليوم تمهيدا لجولة